مشاهدينا، ضيفنا أجرى رابع عملية على مستوى العالم لقلب طفل، أجراها الطبيب أكيد الكويتي، وهو ضيفنا الآن فيصل السعيدي، واللي يحمل تخصص جراحة قلب أطفال وعيوب خلقية. حياك الله دكتور، منورنا. الله يحييك. يعطيك العافية دكتور، سعيد بتواجدك. يمكن الجميل في هذه المهنة والمؤثر أن لما تطلع الدكتور من غرفة العمليات وتشوف أم ترفع إيدها وتدعي لك بنجاح هذه العملية وبالتوفيق يعني أن الله يوفقك بكل خطوة تخطيها، فكنت دائما أشوف هالموضوع، فكنت أقول يا ربي إذا كان عندي يعني ولدي أشوفه بهالموضوع هذا، وأن أشوف أحد يدعي له الدعوة هذه الصادقة من القلب، فيمكن نقول أكثر شيء مؤثر فيها وجميل، صحيح؟ طبعا ما في شك، يعني إن شاء الله نحتسب الأجر فيها بإذن الله يعني. ولكن العملية الأطفال في الواقع أنت تعمل عملية ليس للطفل فقط، وإنما للأهل. للأهل يعني، الأهل يعني لا تعمل عمل في المشرط، ولكن تعمل يعني من ناحية النفسية وارتباطهم مع الطفل والأهل. فطبعا ما في شك أنها تكون صعبة يعني على الأهل. الدكتور فيصل، يعني أجريت رابع عملية على مستوى العالم لقلب طفل، شنو هذه الحالة؟ طبعا هذه الحالة هي عبارة توظيف تقنية واردن، وهو دكتور إسباني، لإعادة الأوردة الرئوية إلى وضعها الطبيعي في القلب. يعني حاول نشرحها بشكل مبسط جدا، يعني الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى. يعني فالأوردة المفترض أنها تتجه إلى الجهة اليسرى إلى القلب، الرئوية تأخذ الدم المؤكسد تتجه إلى الأذين الأيسر وإلى القلب، ومن ثم تخرج إلى جميع أنحاء الجسم حتى تقضي الأكسجين الدم للأنسجة. في الطفل هذا الأوردة متجهة إلى الجهة اليمنى للقلب، وهذه حالة عكسية، يعني عكسية تحدث وموجودة يعني. ولكن القريبة في الحالة هذه أن الأوردة كل الأوردة الأربع الأوردة متجهة في التجويف الوريدي العلوي. سبحان الله. فالعادة أن التقنية هذه تعمل لما يكون الفص الرئوي العلوي الأيمن في التجويف الوريدي العلوي يعني، ولكن كل الأوردة كانت متجهة في هذا. فوظفنا التقنية هذه لإعادة الدم المؤكسد إلى الجهة اليسرى إلى القلب في بها الطريقة هذه. يمكن قد شرحها تفصيلي في تفصيل يعني ما راح يكون يعني. بس دكتور، دائما الأطفال اللي يعني يعانون من أمراض في القلب يكون عندهم الحجم صغير، يعني اللي عندهم ثقب في القلب، اللي عندهم مشاكل في القلب ما ينمون بسرعة، فيكون حجمهم أصغر من أي طفل طبيعي. الأولاد أو الأطفال اللي يولدون فيها في عيوب خلقية، العيوب الخلقية هو أثناء تكوين القلب، أثناء في علم الأجنة يعني في أثناء تكوين القلب يبدأ الخلل أو عدم البناء بالشكل الصحيح، فيتشكل هذا العيب الخلقي. نعم. فأثناء الولادة يكون أوزانهم قليلة ويكون يعني نموهم ضعيف، وأحيانا يكون عندهم إزرقاق وعندهم بعض المشاكل. نعم. دكتور فيصل السعيدي، تخصص جراحة قلب أطفال وعيوب خلقية، أنت الطبيب الوحيد في الكويت تحمل هذا التخصص، صح؟ صحيح. ليش ما في يعني ناس؟ والله أنا أتمنى يعني أن يكون إن شاء الله يعني في القريب أو في المستقبل أن يكون أحد الأطباء الكويتيين في هذا المجال إن شاء الله. لكن بشكل عام يعني الأطباء في التخصص هذا قليلين في جميع دول العالم. على مستوى العالم يعني؟ على مستوى العالم يعني، إذا نحسب مثلا في فرنسا، يعني أنا خريج فرنسا، إذا تقريبا يوجد 6 أطباء رئيسيين في جراحة قلب الأطفال فرنسا. يعني يمكن عدد سكان فرنسا تقريبا 70 مليون. مسبق النهاد قليلة نادرة، يعتبر تخصص نادر. هو التخصص حتى تصل إلى المرحلة هذه تحتاج إلى وقت. أتوقع صعب دكتور، يعني دائما العمليات يعني. العمليات في حق الأطفال دائما تكون أصعب من يعني الحجم الطبيعي حق إنسان عادي، أكيد يعني تتفاوت هذه الأشياء. طبعا مثلا السؤال الأخ محمد مثلا، إذا ليش القلة هذه؟ ليش؟ يعني نرجع للسؤال نفسه، فالمدة طويلة، مدة الدراسة الطويلة. طبعا الكل معروف أن كلية الطب هي 7 سنوات. 7 سنوات بعدها تأخذ 5 سنوات جراحة عامة، 4 سنوات جراحة قلب كبار، 6 سنوات جراحة قلب أطفال. منها التقاعد ومنها إلى التقاعد يعني. لا يعطيك الصحة والعافية، ممكن تنزل فيها يعني الكويت كلها. أكيد إحنا نعتز فيك ووجودك. طبعا هذا أول لقاء حصري بتلفزيون الكويت، اي صح، نتشرف فيه اكيد. دكتور يعني في هي العمليه هذه نفسها اللي تم بناء عليها تم مقابلتك في محطه عالميه CNN؟
لا لا هذه كانت هذه في عملية ثانية يعني. في العملية الثانية شو الحالة الثانية شنو هي؟ طبعا في حالات تسمى اكتوبيا كوردس، هو لما يكون القلب خارج القفص الصدري. طبعا القلب هو موجود داخل القفص الصدري ومحمي القلب في يعني في القفص الصدري، هذا يكون القلب خارج القفص الصدري. فالحالة يعني هي من الحالات القريبة، في ليس فقط بأنها نادرة. ويعيش دكتور؟ يعني ولا لا؟ يعني إذا أجريت له العملية طبعا وإعادة كذا فممكن يعيش يعني، ويعتمد على نوع العيب الخلقي اللي موجود فيه. أحيانا يكون القلب مكتمل ولكن هو خارج القفص الصدري، فيرجع إعادته إلى القفص الصدري مرة أخرى. لكن أتذكر الطفل هذا القريب فيه أو أنه مثلا عرض في السنين، ليس لأن القلب خارج القفص الصدري ولكن للعمر، كان عمره 3 سنوات. 3 سنوات صغير. فثلاث سنوات الطفل يعني قريبة يعني يلعب ويركض وكذا، فأي طفل ممكن كان يمسك قلبه يعني سبحان الله يتوقف، وكان نص قلب وليس قلبا كاملا سبحان الله. فكان في الجهة اليمنى للقلب غير موجودة، ف يعني هو كفريق يعني عملنا لإعادته إلى القفص الصدري، ومن ثم إصلاحه، إعادة بنائه وتوجيه الدم إلى الرئة بشكل مباشر. دكتور شنو سويتوا له؟ حطيتوا له قلب زيادة ولا شلون يعني؟ إذا القلب نص شلون سويتوا له؟ يعني الجهة اليمنى هي الدورة الدموية الصغرى يعني أنه بالطريقة هذه نحول الدم إلى الرئة بشكل مباشر بدون الدخول إلى القلب يعني. هي تمر في مراحل يعني عملية تقريبا 3 عمليات. لكن هذا عملنا له عمليتين لأن كان عمره كبير يعني. كان أنا ودي أستفسر بعد، عندي استشارة أنا هنا دكتور. في بعد في ناس تنولد القلب باليمين، صح؟ هذه هم صعبة. لا يعتمد أحيانا يكون القلب في اليمين ولكن وضعه ما في وضع طبيعي. وضع طبيعي ممكن يجري عملية أنه ينقل قلبه من يظل يعيش عادي ما يأثر عليه. إيش طبيعي. زين دكتور فيصل، يعني في تتعامل أنت خصوصا في تخصص الأطفال قلب أطفال الأحجام أو الوزن، صح القول؟ صح. أبي أصغر وزن تعاملت معه دكتور فيصل. كان لنا صورة مع طفل يعني هو بحجم الكف 600 جرام يعني. سبحان الله. فكانت هذا عنده شريان وصل الشريانيه يعني، فهذه تحتاج الى ربط يعني وصل الشريانيه. ولكن في الحاله هذه يعني التخدير يكون اكثر اهميه من الجراح. سبحان الله. طبعا لكل اهميه التخدير اهم. 600 جرام، فكان يعني الزملاء يعني في مستشفى الصدري يعني كانوا مبدعين امانه في هذا، والعنايه المركزه. انت تتعاملين مع 600 جرام يعني 600 جرام يعني كف. دكتور انا من فتره شفت فيديو حق قسطره، فشفت الشريان شلون ضعيف، فحق شخص يعني كبير، فشلون اذا كان طفل شلون حجم الشريان عنده يعني؟ اذا كان 600 جرام صغير جدا يعني. صغير يعني انت تتكلمين عن 600 جرام. طبعا هذه كانت وصله شريانيه، واللي عملنا لها هي عمليه فتحه مني واغلاق هذه وصله شريانيه. ولكن في اي يعني نزيف ولو كان بسيط ممكن يتوقف القلب، لأنك تتعامل مع حجم تقريبا 600 جرام. دكتور عندي سؤال مهم باختصار عشان الوقت، نسب أو نسبة العيوب الخلقية داخل الكويت في نسبة معينة محددة؟ يعني إذا نحسب مثلا المواليد في الكويت سنويا ما يقارب 80,000، يعني من 70,000 إلى 80,000 تقريبا بال2016 يعني هذه الإحصائية، يكون العيوب الخلقية للأطفال منهم تقريبا 350 حالة. وايد. 350 حالة. احنا نتكلم عن عدد السكان وليس الكويتيين فقط، سواء كويتي أو مقيم أو كذا. فالعدد تقريبا 350 من المواليد. من المواليد. النسبة العالمية لأمراض قلب الأطفال تقريبا 12% من أمراض القلب ككل، هي 12%. 12%. احنا عندنا في الكويت تقريبا يصل الى 22%. نسبة كبيرة. يعني ممكن تحسبها بطريقة اخرى يعني، لان هذا دليل على الفحص المبكر والتشخيص المبكر. يعني ممكن المتوسط، يعني احنا ما نتكلم عن دول معينة، المتوسط العالمي تقريبا 12%، احنا اعلى لان الكثير من الامهات يعملون يعني سونار في بداية الحمل، ممكن يتم تشخيصه ويتم تشخيص حالات كثيرة يعني أثناء الحمل. بعد الولادة عندنا الرعاية من ناحية السونار وكذا، فالأطفال
يعني نمسكهم من أول بداية ولادتهم ونعرف أن عندهم مشاكل، فهني ممكن تكون النسبة أعلى، وهذه ليس سلبية ولكن إيجابية، لأن دليل الكشف مبكر دليل على على, على على الفحص يعني بشكل جيد. أكيد قواك الله دكتور، خصوصا أنك تحمل التخصص الوحيد في الكويت اللي هو جراحة قلب أطفال وعيوب خلقية. سعيدين بتواجدك معنا خصوصا في أول ظهور في تلفزيون الكويت، وشاكر لك على كل المعلومات اللي أعطتني إياها، وعسى الله يقويك إن شاء الله. ومثل ما قالت حصة في بداية اللقاء، أنت مبخرة لنا ونتشرف فيك ونعتز فيك والله، والله يوفقك إن شاء الله. الله يحفظك، تستاهل كل خير. تسلمين، تستاهل كل خير. أغنية أو الحين ننتقل مع هذا الفاصل الجميل، الفنان الجميل حمد القطان، وأنا مو الهنانه.